إن شاء الله يعني المفروض إن كانت تصرف في 11 كمان أسبوع يعني. نعم. لكن ظروف صرفها اللي لازم تقرر من البرلمان اللي هينعقد في أول 10. فإحنا إن شاء الله بنقول للأهالينا على خط معاشات إن إحنا يوم 11 هيصرف زيادة اللي قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات هيصرفها يوم 11 بأثر رجعي من شهر أكتوبر. طيب سيادة اللواء، عشان بس في لغط او سوء فهم لهذه المنحة الاستثنائية، يعني كان قبل كده تم رفعها بالفعل ل 300 جنيه والان 600 جنيه بفرق 300 جنيه، في لغط في النقطة دي يا فندم، فلو حضرتك توضحها للسادة المشاهدين. تمام. هو يعني استقالة الرئيس في شهر 11 السنة اللي فاتت 2022 قرر يعني من ضمن حزمة رعاية اجتماعية برضو أو حماية اجتماعية كان عملها، عمل المنحة اللي هي 300 جنيه دي وصرفناها في شهر 11 سنة 22 السنة اللي فاتت. السنة دي في شهر 10 المفروض التوجيه سيادته بإن خلي 300 دي اللي احنا اديناها في شهر 11 السنة اللي فاتت خليها 600. معنى كده ان في زياده جديده، يعني كما لو كان في زياده قدرها 300 جنيه اللي هو الفرق بين 300 و 600. طيب ونأكد مره ثانيه ان ال 300 جنيه الزياده في المنحه دي هيتم صرفها في 1/11، لكن هتصرف في الشهر ده بشكل استثنائي 600 جنيه علشان تعوض صرف 1/10. بالظبط كده يا فندم.